بإطار تنفيذ المخطط المتعلق بتأمين شهر رمضان، وخاصة من جانب تأمين صحة وصحة المواطنين في الأسواق الجوارية، سطر الأمن الحضاري الثالث رفقة مديرية التجارة ولاية بليدة خرجة ميدانية إلى سوق الجواري القصام، أين تم الوقوف على جملة من المخالفات في خصوص أصحاب المحلات التي تزود اللحوم البيضاء، أين تم الوقوف على المخالفات التالية: عدم تخزين اللحوم بطريقة جيدة، أنا توقفنا على اللحوم مخزنة بطريقة لا تتنافى مع الشروط الصحية متقدمة في التعفن.